ننتقل في بث مباشر إلى منسق الزهور سليم أبو أحمد لحتى هيك نشوف قديش فعلا اليوم في طلب في اليوم الأول من استقبال فصل الربيع، وبهي المناسبة أيضا في عيد الأم ويوم الأم على باقات الزهور والورود. يسعد صباحك أستاذ سليم. صباح الخير، يسعد صباحك، اهلا فيك معنا في هذا الصباح. وما اجمل يعني افتتاح الصباح بالحديث عن فصل الربيع، عن الام، وايضا عن تنسيق الزهور في هذا اليوم. بطبيعه الحال هيك كثر بتوجهوا لهي الاماكن ومتاجر الزهور لحتى يهدوا والدات الغاليات، اخوات، صديقات هاي الباقات، تعبيرا يمكن عن حب وتقدير وامتنان. شو بتحب تحدثنا عن هذا اليوم، عن خصوصيته، وعن هيك توجه يعني الناس لشراء باقات الزهور؟ أول شيء بنصبح على جميع الأمهات، وكل عام وأنتم بخير، لكل أم، لكل أخت، لكل امرأة، لكل أنثى. إحنا اليوم 21/3 هو أول يوم بعيد الربيع، عيد الأعياد. إحنا بالنسبة لإلنا، بالنسبة لعيد الأم، كطلب على الزهور من جميع الأشكال والألوان، وما فيش لون معين لعيد الأم. الحلو إنه بعيد الربيع ما في إله نوع ورد خاص أو لون خاص يميزه، كل أنواع الزهور هي عبارة فرحة، وشهر آذار وأزهار آذار بتعبر عن فرحتنا وتكريم شهر آذار 21/3 بمناسبة يوم عيد الأم. فكثير ناس بتروح على ضمم الورد، على الأشتال بأشكالها وألوانها. نعم سليم، اليوم بالذات في هذا اليوم في يوم الأم، يمكن هيك بعيدا عن القيمة المادية للأمور اللي بحب نهدي أمهاتنا إياها، هل برأيك يعني ما زالت باقة الورود تحافظ على مكانتها، وهي فعلا هيك يعني الطريقة اللي فيها منعبر لأمهاتنا عن شكرنا، عن امتناننا، ومنقول لهم يمكن بأبسط التعابير شكرا على عطاء على مدار سنوات، هل ما زالت يعني الورود هي سيدة الموقف في هذا اليوم؟ أكيد 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 طبعاً. عيد الأم في ناس كمان بتروح على أشياء، إذا بيت الأم ناقصه وإشي، قطعة كهرباء، مش بس ورد، بس كله، حتى لو شو ما اختاروا للأم أو إيش ناقصها. في مرات الأخوة والخوات بيجتمعوا على هدية واحدة، مع كل هذا بيأثرش الإشي، يعني ما بغنى عن ضمة ورد، حتى لو إنها ضمة ورد صغيرة أو عدسيس صغير. ذكرت أنه اليوم هيك الطلب، يمكن ما في طلبات محددة، كل أشكال وألوان وأنواع الورود. شو أكتر هيك الأمور يمكن اللي بهذا الفصل كمان أكتر أنواع الورود وألوانها اللي عم بتنسقوا من خلال باقات جميلة، إذا تحب تعرفنا على أنواع الورود؟ طبعا بهاي الفترة كمان عائلة الزنبق والتوابع اللي زي ما انتم شايفين البوكيهات الورد اللي محضرينها، وفي كمان ضمم الورد، زي ضمم الورد اللي طبعا الجور الأحمر، وفي نباتات خاصة بهاي الفترة كتير كتير حلوة، منها شتلة ومنها عليها زهر كتير حلو اسمها نبتة الكرطاسيا، في منها ألوان كتير على أبيض على زهر. وضمم الورد كمان نحكي على السوسنيات والزنبقيات زي الليليوت، القرنفل الأخضر المميز بهذا النوع، زنبق اللي من هذا النوع، أكثر من نوع في زنبق. في عنا كمان تم السمك بألوانها على أبيض. عيد الأم وعيد الربيع ما فيش لون خاص لعيد الأم، كل ألوان الربيع. في ناس بتحب تروح مثلا على لون واحد، وفي ناس بتحب تعمل خلطة الألوان زي ما أنتم شايفين هنا بوكيهات الورد اللي قاعدين نصممها، وكل واحد حسب طلبه، يعني على الزهر، الفاتح، الغامق، الأحمر. يعني عشان هيك عيد الأم فيش لون حلو فيه، أنه ما في لون معين بخصه، كل الزهور من نباتات، من النبتة الصغيرة للنبتة الكبيرة، لكل أنواع الزهور، الجور بألوانه، السوسنيات، الزنبقيات، كله كله هذا الأشياء هي يعني ألوان الربيع، وألوان كتير حلوة وبهيجة بتبشر وبتمجد
أمهاتنا ونسائنا ومن كلهم كلياتهم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير، ألف شكر أنك شاركتنا في هذا الصباح أستاذ سليم أبو أحمد منسق الزهور، هيك نقول لك يعطيك العافية مسبقا، أكيد بانتظار كل يوم ضغط في كل ما يخص موضوع تنسيق الزهور. شكرا لك ويسعد صباحك.